أولا أنا بحب أشكر سفير وزير الخارجية على هذا المؤتمر الأكثر من رائع بعد انتقال الهجرة إلى وزارة الخارجية. طبعا السنة دي كانت مختلفة بما إن وزارة الخارجية بيعهد إليها أول مرة لرعاية شؤون الهجرة. المصريين في الخارج زي ما قلنا هم جناح مصر ودعم ودرع مصر في الخارج، اول درع يدافع عن مصر ضد مصر بالعمله الصعبه، بالدفاع عن مصر في الخارج، بسند للقياده السياسيه في مصر. النهارده او امبارح في هذا المؤتمر قدم طبعا عرض جميع المشاكل المصريين، ولقينا تجاوب كبير جدا من معالي وزير الخارجيه بدر بيه ونبيل بيه الحبشي المسؤول عن ملف الهجرة. حلت أغلب هذه المشاكل، وحتى المشاكل المحتاجة لعرض وعد في يعني وعد بأنه هو يذللها في أقرب فرصة ويقوم بحلها. وفي نهاية المؤتمر قام بعرض هدايا للمصريين ومتمثلة في شركة كارنك السياحة، خصومات كبيرة لجامعات مصرية عريقة على مستوى العالم، شهادتها عالمية، بعمل تخفيضات كبيرة فيها. كذلك في الأندية منها النادي الأهلي تخفيضات للمصريين في الخارج من العضويات والعضويات الموسمية، كانت فعلا هدايا حقيقية. شرفنا من جو جميل بهذا الاجتماع باحتضانهم ليها وإعلان يعني ختام المؤتمر بما تم المؤتمر من معالي نائب وزير الخارجية نبيل الحبشي عما تم داخل المؤتمر كامل. بنشكر وزارة الخارجية ونشكر وزير الخارجية على هذا التنظيم وعلى حفاوة الاستقبال وكرمه وعلى تفهمه لأوضاع المصريين وعلى مشاكلهم وعلى تبني هذه المشاكل ومتابعته الدائمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بإنشائها الوزارة للتواصل لحظة بلحظة بالمصريين في الخارج اللي بتضمهم الوطن، ويحرص بجميع أجهزتهم على التواصل معهم، تسديد صعوباتهم، يقول لهم أنتم في الغربة قريبين من مصر أم الدنيا، مش هتكونوا بعيد أبدا، مصر بتضعكم في نصر أعينها، مش هتسيبكم ولا وانتوا جوا ولا وانتوا بره. شكرا يا فندم حضرتك. شكرا. تقدر عرفنا بنفسك وعن حضورك النهارده المؤتمر. احمد زكي رئيس الاتحاد العام الصندوق. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، كلمنا عن حضورك النهارده للمؤتمر وايه ابرز المطالب اللي جاي بيها للمصريين في السعوديه والجاليه هناك. معظم المطالب كان احنا يعني اول حاجه عايزين نقول ان الخارجية رجوع الوزارة الخارجية تاني، وهو ده الأساس بتاعها، إن احنا خط التلامس بتاعنا في الخارج دايما مع السادة خلاص الخارجية في تغطية مطالبنا ومشاكلنا. فاحنا بنقول كده إن الوزارة رجعت لمكانها الصحيح، ومؤتمر إن شاء الله سمع مننا حاجات كتيرة جدا من المطالب بتاعتنا. وأنا بزيد مطلب واحد بس بالنسبة للاستثمار وتعليمات فخامة الرئيس وتشجيع الاستثمار. احنا لفينا بيها وجينا قبلنا نفتح مشاريع هنا في مصر، بس لينا مرفوضات كبيرة على هيئة التنمية الصناعية اللي معطلة كل مصالح المصريين، ودي اللي احنا حاولنا نناقش هنا في المؤتمر، زائد مطالب المصريين وفضل السيارات والموقف التجميلي، والحمد لله اللي نفذوه بحادث الطرق. بس عندنا المطلب ده بالنسبة للاستثمار يبقى تركيز فيه شوية بالنسبة للمصريين الخارج، وطلبنا أن يكون لهم حاجات خاصة بيهم عشان نشجع تدفق الدولار لمصر. تمام. هل في مطالب تانية شايفها مهمة للجالية عند حضرتك غير الاستثمار؟ غير الاستثمار احنا عندنا المطالب التانية القنصلية بدأوا الوقت الحمد لله موضوع بطاقة إصدار بطاقة الرقم القومي بتاخد وقت كبير جدا في استخراجها، بتقدمها عن طريق الوقت عملوا لها أبليكيشن زي الجوازات بنعديها، بس بتقعد حوالي 6 شهور على ما تيجي لمصر، وده بيعطل مصالح المصريين. خلينا استخراج شهادة الميلاد
بالنسبة للمواليد الجدد هو برضه نفس الطريقة نفس المشكلة. حضرتك عارفة إنه لما بيطلع عشان يطلع جواز سفر المولود لازم يطلع له رقم قومي. عملية إصدار الشهادة طلبنا بكم مرة إن المكان الإصدار الذاتي أو الأوراق دي تكون من القنصلية، وإحنا عندنا بلدين أمنيين للخارجية موجودين عندنا في السفارة يتولوا هذا الموضوع، لأنه يعتبر لما كلمنا إدارة الجوازات الجهة المختصة في مصر قالت إنه يعتبر منح جنسية وشهادة لازم يتقدم لها كويس. طب إحنا عايزين نستبع لما أقعد ثلاث شهور أطلع شهادة وارجع تاني استنى جوازين المولود نفسه بيتعطل، ونفس الموضوع لما اجي استصدر جواز عايز اسافر عايز اعمل المولود كل ده بيكون عطله شديده. نرجو يعني النظر يكون في سرعه في الاجراءات ان شاء الله يا فندم. شكرا جدا لحضرتك.